طيب اول حاجه ده نص كيلو زي ما شايفين، هو متقطع كده سلايسز خلاص، ممكن نقطعه اتخن شويه ماشي. بعد هنحطه اهو اهو نص كيلو. اوكي هنتبل تتبيله عباره عن معلقه تشيلي باودر. اوكي معلقه تشيلي باودر، المعلقه تشيلي باودر دي فلفل حراق، ممكن نحط بس نص معلقه بس في الاول حسب الطعم عشان ايه ما نندمش يعني. بعدين معلقه ملح، ملح طبعا حسب اللي حب الطعم، بس اللي احنا بنعمله ده يكفي 4 اشخاص، فهنحط تقريبا معلقه ملح، هنحط معلقه فلفل، ممكن يعني ده مش مشكلة لو زودنا شوية عشان اللحم يبقى طعمها حلو، ونبتدي نقلب ده كله كده مع بعض. وبعدين هنحط الحاجات دي كلها على الجريلا عندكم انتوا، هيبقى على الجريلا ممكن على لغاية 4 دقايق او 3 دقايق 5 دقايق حسب هتستوي حسب نوع اللحمة. شوية زيت زيتون ونبتدي نقلي خفيف او يسموها البرويلنج كده، شوي للستيك بتاعنا. المفروض ان احنا نقعد نعمل الحكايه دي 4 دقايق، طبعا ممكن نعمله اكتر من كده اقل من كده حسب نوع اللحمه، حسب احنا بنحب التسويه عامله ازاي، ميديوم ويل ويل دان وات ايفر. بس بفضل طالما دي هتعمل طبق سلطه للهيلثي فود يبقى تبقى ويل دان. هننساش برضو ممكن رشة فلفل لو احنا حابين يعني. نرجع تاني بقى نشوف السلطة والحاجات اللي فاضلة. المفروض شاري توميتو، وده بصل اخضر، وده بقدونس. اوكي ممكن يبقى عامة لاتس يعني، او ممكن نستخدم تشكيلة بقى اللي موجود الخضار اللي عندنا. هنعمل ان احنا هنقطع اثناء ما احنا اللي بنشتغل على على النار برضو لسه بنشوي الستيك، هنقطعها بالنص بس كده، مش اربع مش اي حاجه. تشيري توميتو طعمها حلو وطبعا غاليه، فما ينفعش انها تتقطع على وما تبانش. بعدين السكاليونز هما اللي هما البصل، بصل اخضر. المفروض ان احنا بنستخدم 2 بصلتين اخضر، وبنستخدم حوالي ربع كيلو تشيري توميتو، او يعني تقريبا ربع كيلو، انا مش بحط كتير لانها غاليه جدا طبعا. وبنستخدم هالابينو لو حد حابب الهالابينو، بس هنحط كل الخلطه دي ونحط فوقيها الستيك. هنزود كمان ده بقدونس. المفروض ان احنا البقدونس عايزين تقريبا يعني قد نص كوبايه كده، ما نزودش قوي لان في ناس ما بيحبوش البقدونس قوي. خلاص المفروض ان احنا نحط ده زي ما قلنا على الارجل او الخاص، نبتدي نحط ده كده كده. دي الخلطه بتاعت السلطه، طبعا سهله قوي، مش هنحط حاجات ايه، مش هنحط اي حاجة فيها مايونيز ولا حاجة عشان في الاخر ما نلاقيش نفسنا نستخدم فات كتير. نحط معلقتين بس كفاية ليمون. دلوقتي نقدر نحط طول الستيك ويبقى عندنا السلطة جريلد سالاد فور 4 بيبل. طيب فين التورتيلا؟ احنا عندنا تو ويز، ايذر ان انا بحط دوت التورتيلا اعملها هنا، او بعملها تشارد على الطاسه. احنا غالبا هنعمل لها نديها وش بسيط، وهنعمل لها بريسنج على البينيه. التورتيلا محتاجه بس انها تسخن
زي ما انتم شايفين حسب بقى، ممكن تاخد التورتيلا كده بس، دي سميها تشارد تورتيلا يعني محمره، ودي فكره مش وحشه عشان مش عايزينها ناشفه قوي، وهتبقى سيرفست مع السلط بتاعتنا.